السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، وصلنا معكم في المحاضرة السابقة إلى شرح الريال تايم بروتوكولز اللي هي بروتوكولات الزمن الحقيقي الخاصة بالمالتي ميديا في الشبكات. وشرحنا الريال تايم بروتوكول اللي هو البروتوكول الأساسي الذي يستخدم لتبادل البيانات الخاصة بالستريمينج اللي هي الفيديو أو الأوديو. النوع الثاني من الريال تايم بروتوكولز اللي هو اللي يسمى ريال تايم كنترول بروتوكولز أو البروتوكول التحكم بالزمن الحقيقي، والذي يعمل بالتزامن مع الريال تايم بروتوكول، بحيث انه كل شخص يشترك بالريال تايم بروتوكول سيشن، يعني في جلسه ريال تايم بروتوكول بيريودوكالي، يعني بشكل دوري يقوم بارسال رسائل التحكم الخاصه بالريال تايم بروتوكول الى كل المشتركين الاخرين. يعني عاده نفترض انه في الفيديو كونفرنسز او في الشات المباشر من نوع الفيديو او الاوديو، هناك شخص مرسل سيندر وهناك مجموعه من المستلمين اللي هم الريسيفرز، بحيث انه تكون العمليه هي عباره عن مالتي كاست، يعني وان سيندر ومالتيبل ريسيفرز. periodically دوريا يقوم هذا السندر او الريسيفرز بارسال رسائل التحكم الى بعضهم البعض الاخر، وهناك ثلاثة انواع من الرسائل اللي راح نتعرف عليها بعد قليل ان شاء الله. كل باكت من هذه الريال تايم كنترول بروتوكول يحتوي على السندر والريسيفر ريبورتس، يحتوي على يعني تقارير المرسل والمستقبل او بعضهما. طبعا هذه التقارير راح تشتمل على الستاتستكس، الاحصائيات الخاصه بعدد الباكيتات المرسله، عدد الباكيتات المفقوده في الارسال، والانتر ارايفال جيتر اللي هو التاخير الحاصل بين وصول الباكيتات المتزامنه المتلاحقه. يعني اذا كان هناك مثلا باكيت رقم 5 وصلت في الثانية 20، ثم الباكيت رقم 6 وصلت في الثانية 24، فهذا هو التاخير الحاصل بين الباكيتات المتلاحقه. كذلك الفيدباك هذا يستخدم للتحكم بأداء الشبكة بصورة عامة، أو أداء الإرسال والاستقبال للفيديوهات، بحيث أنه المرسل يمكن أن يعدل من معدل الإرسال بالاعتماد على هذا الفيدباك القادم عن طريق رسائل الريال تايم كنترول بروتوكول. هنا نلاحظ أنه إذا كانت عندنا الشبكة مثل موجودة وكان هناك عندنا سيندر واحد ومجموعة من الريسيفرز، فهناك دائما أكو عندنا ريال تايم بروتوكول وريال تايم كنترول بروتوكول اللي هي الرسائل المرسلة، واللي تعتبر الفيدباك يعني إعطاء إحصائيات او يعني حاله الاتصال في الوقت الحاضر. كل جلسه من نوع الريال تايم بروتوكول عاده هناك سنجل مالتي كاست ادرس، يعني مالتي كاست مثل ما ذكرنا، يعني المرسل واحد وعده مستقبلين. وكل الريال تايم بروتوكول والريال تايم كنترول بروتوكولز باكيتس، يعني كل هذه الباكيتات التابعه لهذه السيشن سوري تستخدم هذا المالتي كاست ادرس. طبعا لكي نميز بين الريال تايم بروتوكول والريال تايم كنترول بروتوكول هذه الباكيتات الخاصه بهم عن بقيه الباكيتات، نستطيع التمييز بينها عن طريق البورت نمبر، يعني كل جلسه من هذه الجلسات سيكون لها بورت نمبر خاص بها. لتقييد الترافيك او لتقليل كميه الترافيك، فان كل مشترك في هذه الجلسه سيقوم بتقليل الترافيك الخاص بالريال تايم كنترول بروتوكول as the number of the conference participants increase، يعني كلما زاد عدد المشتركين في هذه الفيديو كونفرنس كلما قلت الرسائل المرسلة من أجل التحكم، وبالتالي هذا راح يقلل لنا من كمية الفيدباك القادم، وبالتالي هذا راح يزيد لنا من عملية الكالكوليشنز اللي من خلالها نقدر نعرف حالة الشبكة. أنواع الباكيتات الموجودة في الريال تايم كنترول بروتوكول مثل ما ذكرنا: ريسيفر ريبورت باكيتس، سندر ريبورت باكيتس، والسورس ديسكريبشن باكيتس. الريسيفر ريبورت باكيتس اللي هي الباكيتات التي تقوم بإرسال تقرير عن حالة الريسيفر، هذه تحتوي على الأمور التالية اللي هي النسبة المئوية من الباكيتات المفقودة، آخر رقم تسلسلي، ومعدل الوصول يعني المتسلسل للباكيتات المتتالية. بالنسبة للسندر ريبورت باكيتس أيضا هذا راح يودينا السينكرونايزد سورس ايدنتيفيكيشن اوف ذا ريال تايم بروتوكول ستريم، الكرنت تايم اللي هو الزمن الحالي، عدد الباكيتات المرسلة وعدد الباكيتات أو عدد البايتات المرسلة أيضا، هذا لأنه خاص بالسندر المرسل يعني. بالنسبه للسورس ديسكريبشن باكيتس اللي هي الباكيتات الخاصه بوصف المصدر، مصدر البيانات، راح طبعا ترسل لنا الايميل ادريس اوف ذا سندر، الايميل ادريس الخاص بالسندر، اسم السندر، السندرز نيم، وكذلك السينكرونايزد سورس ايدنتيفيكيشن يعني اللي هو الخاص بالريال تايم بروتوكول ستريم. كذلك توفر لنا فد مابينج او تحويل ما بين السينكرونايزد سورس ايدنتيفيكيشن واليوزر او الهوست نيم، يعني تسوي لنا كانه جدول يوضح لنا الايدنتيفيكيشن الخاص بالسورس مع الهوست نيم او اليوزر نيم. بالنسبه للسنكرونايزيشن الخاصه بالريال تايم كنترول بروتوكول، طبعا يمكن ان تقوم يعني هذا البروتوكول من ايجابياته او مميزاته واهميته في الشبكه هو انه يقوم بعمليه سنكرونايزيشن مزامنه للانواع المختلفه من الميديا التي تحتويها الريال تايم بروتوكول سيشن الواحده. يعني احنا اذا كان لدينا فيديو كونفرنس، فعاده يعني مثل هذا المثال، اذا كان لدينا فيديو كونفرنس فكل سندر راح يقوم بتوليد
ستريم خاص بالفيديو وستريم خاص بالاوديو لكل جلسه، يعني انه بيانات الاوديو والفيديو الخاصه بنفس الجلسه يتم ارسالها بشكل مستقل عن بعضها الاخر. هنا ياتي دور الريال تايم كنترول بروتوكول لمزامنتها، بحيث انه انت تسمع الصوت وتشاهد الفيديو في نفس الوقت وليس بينهما فارق زمني. التايم ستامبس بالريال تايم بروتوكول باكيتس، يعني الشرائح الزمنيه او البصمه الزمنيه راح تكون عاده مرتبطه ب السامبلينج كلوك، اللي هي ساعه اخذ العينات الخاصه بالاوديو والفيديو اللي تحدثنا عنها سابقا بعمليه السامبلينج اللي هي التحويل من الانالوج الى الديجيتال، وليست مقيدة بالوول كلوك، يعني ليست مقيدة بالساعة الحقيقية اللي يعرفها الإنسان أو الساعة الطبيعية الخاصة بنا، وإنما راح تكون هي خاصة بالساعة الداخلية الموجودة في داخل السيرفرات أو الحواسيب الطرفية في الشبكة. طبعا كل ريال تايم كنترول بروتوكول سيندر ريبورت باكيت، طبعا يعني كل سيندر ريبورت باكيت هذا أحد الأنواع الريبورتات اللي تحدثنا عنها في السلايد السابق، راح يحتوي على الأمور التالية: أولا تايم ستامب للريال تايم بروتوكول باكيت اللي هو الشريحة الزمنية الخاصة بها، وكذلك الوقت الخاص بالبشر يعني الخاص بهذا التايم ستامب عندما تم انشاء هذه الباكيت، when the packet was created، يعني راح يرسل لنا نوع من انواع الزمن، الزمن الذي انشئت فيه الباكيت واللي هو بالزمن الحقيقي الخاص بنا، يعني مثلا الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة والثانية العشرون وهكذا الى اخره. وكذلك التايم ستامب اللي هو الشريحة الزمنية الخاصة بتوليد الباكيت حسب زمن السيرفر. طبعا الريسيفرز راح اسوشيشن، يعني ريسيفرز يوزز اسوشيشن تو سينكرونايز بايلود اوف ذا اوديو اند فيديو، الريسيفر راح يستخدم هذه الازمان المختلفه لكي يعمل لنا عمليه مزامنه بين الاوديو والفيديو ويمنع يعني تشغيل احدهما قبل الاخر. على مود يتحكم بالباندويث اللي هو يسمى باندويث سكيلينج في الريال تايم كنترول بروتوكول، عادة الريال تايم كنترول بروتوكول يحاول أن يقيد نفسه بأخذ فقط 5% من الباندويت من عرض النطاق المتوفر. يعني مثلا إذا كان السيندر يقوم بإرسال البيانات أو الفيديو بمعدل 2 ميجا بالثانية الواحدة، فريال تايم كنترول بروتوكول راح يحاول أنه يقيد نفسه ب 100 كيلو، ال 100 كيلو هي 5% من 2 ميجا. وبالتالي راح يعني هذه ال 100 كيلو اللي أخذها راح يخصص 75% من عدها إلى الريسيفرز و 25% من عدها إلى السيندر، لأنه ذكرنا أنه عندنا سيندر واحد، مرسل واحد، ومجموعة من الريسيفرز. هذه 75 كيلو بت بالثانية، بس على فرض انه احنا افترضنا انه عندنا معدل الارسال هو 2 ميجا بالثانية، اخذنا 200 كيلو للكنترول للتحكم اللي هي رسائل التحكم، 75% من عدتهم راح تكون للريسيفرز و 25% من عدتهم راح تكون للسندر. ال 75% من عدتهم راح تكون هي 75 كيلو بت بالثانية، هذه راح توزع بشكل متساوي على كل الريسيفرز. يعني مثلا اذا كان لدينا ار من الريسيفرز وليكن 5 او 6 او 7، هذول الريسيفرز راح كل واحد منهم راح ياخذ 75 تقسيم ار. يعني مثلا اذا كانت الار 5 راح يكون عندنا 75 تقسيم 5، اذا كانت الار 10 راح تكون 75 تقسيم 10، وبالتالي كل واحد من هذول الريسيفرز راح يستلم معدل ارسال لرسائل التحكم مساوي لبقيه الريسيفرز. بالنسبه للسندرز راح هو ياخذ ال 25 كيلو بت بالثانيه المتبقيه اللي هي 25% من الرسائل الخاصه بالريال تايم كنترول بروتوكول. بعد ذلك البارتيسيبنتس ديترماين ذا ريال تايم كنترول بروتوكول باكيت ترانسميشن بيريد، يعني طبعا راح بعد ذلك يتم حساب فترة الإرسال هذه الباكيتات عن طريق حساب الـ Average Real Time Control Protocol Packet Size مقسوما على الريت. يعني على مود نعرف زمن الإرسال نقوم بحساب معدل حجم الباكيتات ونقسم على الريت اللي هو معدل الإرسال المتوفر لكل واحد من هؤلاء المشاركين في هذه الجلسة اللي هم الريسيفرز. يعني البروتوكول الآخر من أنواع الريال تايم بروتوكول اللي ما يسمى السيشن انيشيشن بروتوكول، هذا إن شاء الله راح نتحدث عنه في المحاضرة القادمة. خليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.